فاز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة رغم أنه ليس المرشح الأوفر حظا حسب الاستطلاعات التي أجريت حينها. كذلك رئيس وزراء كندا الحالي تودرو وفي 2013 فاز بالانتخابات رغم المؤشرات كانت ضده. ورغم أن حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي نظريا هما الأضعف أمام الجيش الذي بين قوسين كان لا يقهر، إلا أن خضوع الكيان المحتل لشروط يحيى السنوار ورفاقه قالب كافة المعادلات. أنا اليوم جاي أكلمك عن السبب. جهز فنجان قهوة أو شاي حسب رغبتك، واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات واعمل لايك وشارك المحتوى مع من تحب. دعما للمحتوى داعم للقضية الفلسطينية. ما تكلمنا عنه هو الدعاية السلبية، حيث تعد الدعاية السلبية فرع من فروع مجال الدعاية والإعلان، وفي تلجأ المؤسسات إلى طرق غير مباشرة في استمالة العملاء التابعين للمنافسين بدون أن تظهر هي في الحدث بشكل رئيسي. أي أن الدعاية السلبية هي عملية نشر متعمد لمعلومات سلبية عن المنافس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وفيها يتم إظهار نقطة الضعف أو نقاط الضعف التي يمتلكها المنافس بطريقة واضحة، أو كشف الستار عن عدم كفاءته أو نزاهته المعروفة، وإعادة برمجة الصورة النمطية التي كونها العملاء عنه بحيث تدفعهم هذه الدعاية لا لتركه فحسب، بل التوجه إلى الشركة المسؤولة عن إدارة هذه الحملة والارتباط معها بشكل وثيق. الفرق بين الدعاية السلبية والتشهير هو أن الدعاية السلبية لا يجب أن تكون غير مباشرة في جميع الحالات، بل أن البعض منها قد يمارس بطريقة مباشرة بل ومضحكة كذلك وتحت أعين الجهات القانونية والرقابية. أما عملية التشهير فتتم بغياب المشهر عن الصورة وبطريقة غير مباشرة وبعيدة كليا عن أعين الجهات الرقابية المختلفة، بل أن الكشف عنها يهدد صاحبها بالدخول في دوامات قضائية مختلفة وصارمة. وتستخدم الدعاية السلبية بكثرة في كثير من المجالات الترفيهية والتجارية والصناعية وكذلك الخدمية، لكن المجال الأقوى والذي تمتلك فيه الدعاية السلبية قوة محورية قادرة على قلب الموازين هو المجال السياسي، ولا سيما فيما يتعلق بالانتخابات. عادة ما يستخدم المتنافسون السياسيون الدعاية السلبية في التأثير على آراء الناخبين، وخاصة في الجولات الأخيرة في عملية الانتخابات، حيث يتم تسريب المعلومات عن المرشح أو إمطاره بوابل من الأسئلة التي تبين ضعف كفاءته، أو تسريب حقيقة حصوله على رشوة أو تصريح له يكشف نوع من التمييز العنصري فيه. وتلقائيا وبمجرد ظهور هذه الأوراق يتم تحويل دفة الميزان من يده إلى يد المرشح الآخر، ويحصل هو على الأصوات بدون بذل أي مجهود. في مجال التسويق يتم استخدام الدعاية السلبية كذلك، ولكن بإضافة بعض النكهات المرح عليها بحيث لا تظهر العلامة التجارية بصورة الضعيفة التي تستغل ضعف منافسيها في النمو، وفي نفس الوقت لا تتسبب للعميل في نوع من الاستجابة العكسية التي تجعله يشعر بالإشمئزاز منها، وهي في ذلك تقوم بالإشارة غير المباشرة للمنافس من خلال استخدام الكيانات والاستعارات اللفظية، أو استخدام نفس الألوان الخاصة به، أو في التركيز على ميزة أو شعار يعرفه الناس من خلاله. فمن ناحية تقوم بجذب عملائه الأوفياء إليها من خلال كشف الضباب عما لا يبصرونه من سلبيات، وفي نفس الوقت تمنح عملائها نوعا من المرح التسويقي الذي يجعلهم يشعرون بنوع من التفوق النفسي كونهم عملاء لهذه العلامة التجارية لا الأخرى التي يتم الاستهزاء بها أو إظهار نقاط ضعفهم للعوام. الحين ضع مكان كلمة شركة أو مؤسسة كلمة مقاومة وراح تفهم. طوال 47 يوم من العدوان الصهيوني كانت المقاومة الطرف الأضعف لكنه الأهدأ والأكثر مصداقية. ما قامت به المقاومة باختصار هو تحويل الآلة الدعائية السلبية للعدو الصهيوني إلى نقاط قوة،
بداية من سبب هجوم 7 أكتوبر وليس انتهاء بكشف كذبات الاحتلال الواحدة تلو الأخرى. نتيجة للدعاية السلبية التي مارسها الاحتلال والإدارة المحترفة للأزمة من طرف المقاومة، تم تغيير مواقف الشعوب في الغرب، وهناك تحول جذري في تعامل بعض الحكومات مع القضية الفلسطينية. وانت تشرب قهوتك في فنجانك، لا تنسى الدعاء لإخوتك في غزة وسائر فلسطين من النهر حتى البحر، وأن تتذكر المثل القائل: رب ضارة نافعة. دمتم ودامت فلسطين حرة عربية أبدية. طابت أوقاتكم.